unknown to man. صباح الخير جميعا من أرض كندا الجميلة، تحديدا من نيوفاولند من سان جونز. طبعا أنا عايش في سان جونز في المنطقة بسموها عند المحيط الأطلسي. اخترت هاي المنطقة لأنها سهلة في الأوراق وسهلة في المعاملات، إنك تأخذ الإقامة الدائمة بشكل أسرع. الآن أنا حاب أعرفكم على حالي، أنا سند، أنا لست مستشار هجرة ولا محامي، أنا شخص عادي بنقول لك تجربتي اللي موجودة في كندا. عشان هيك أنا اليوم بصور لك فيديو بتجربتي الشخصية مثلي مثلك، وأنا حابك تكون أنت عارف وماخذ المعلومات هاي من شخص ما اشتغل في المكاتب ولا بإله في الأمور هاي، وكل معلوماتي مجانية وما بدي منك غير إنك تتابع القناة، تشترك في القناة، فعل الجرس، وتبعث هذا الفيديو لناس ممكن يستفيدوا منه. هذا اللي بدي إياه منك، وطبعا الدعاء لبعض، إحنا هذا أهم شيء. اليوم أنا حاب أخبركم شغلة على الهجرة إلى كندا. الهجرة إلى كندا متاحة للجميع، وفي برامج لا تعد ولا تحصى. كندا من أسهل البلاد اللي ممكن أنت تهاجر عليها مقارنة في أستراليا، في أمريكا، في نيوزيلندا، في مناطق ثانية حتى أوروبا. كندا ليش السهولة في الهجرة لإلها؟ السبب برجع إنه كندا مساحتها كبيرة، تقريبا هي أكبر مساحة في أمريكا، وعدد سكانها الآن للوقت الحالي أنا بحكي معكم فيه بالفيديو فقط 30 مليون شخص. 30 مليون شخص فقط في مساحة كندا الكبيرة، تخيلوا. ولكن كندا مش بدها تجيب ناس فقط تعال وادخل بدون تأشيرة وكذا، إلها أساسيات وإلها شروط ومعايير أنت لازم تعرفهم. أولاً حاب أعرفك على موقع، الموقع هذا أنا بدي إياك تفوت عليه لأنه أنت راح تستفيد منه. الموقع اسمه canada.ca. إخواني هذا الموقع كل إشي موجود فيه، حتى ما راح تحتاج لا محامي ولا مستشار هجرة ولا حتى إشي، وحتى التقديم على فيزة السياحة من داخل هذا الموقع، والتقديم على الهجرة من داخل هذا الموقع، وأي شيء بدك إياه داخل هذا الموقع اسمه canada.ca. هذا الموقع بدي إياك تفوت عليه وتركز عليه وتقرأ كل شيء فيه حتى تفهم كل شيء عن كندا، طرق الهجرة، الأشياء اللي أنت مناسبة لإلك، لأنه المناسب لإلك مش مناسب لإلي. يعني كل شخص له مميزات وله أشياء ممكن يأخذها في هذا المكان، canada.ca. وأنا حاب إنك تعرف شغلة، كثير شفت فيديوهات الهجرة إلى كندا خلال أسبوع، الهجرة إلى كندا خلال أسبوعين، خلال 90 يوم، هجرة بدون لغة، هجرة بلغة، هجرة. الآن في من أكثر الكلام بعضه مبالغ فيه هي الفكرة تاعته حتى يلم مشاهدات. يعني زي ما بتعرف المشاهدات، إحنا الآن نعمل فيديوهات زي الفيديو اللي عم تحضروه الآن، نفس الشركات بتدفعوا لنا مصاري كصناعة محتوى، ولكن أنا بدي أطالب من الناس هاي تعطي معلومات صحيحة، لأنه يعني على الجهتين راح الناس تشوفك. مثل ما شايفيني الآن أنا بعطي معلومات سطحية، ما بعطي معلومات جدا دقيقة حتى ما أغلط فيها، ولكن بعطيكم معلومات اللي هي بسموها طرف الخيط، وأنت بعديها بتكمل. فأرجو من الناس اللي بتعطي معلومات مثل هيك يعني يدققوا أكثر، لأنه الفيزا أصلاً الفيزا السياحية بدك تقدم عليها بدها يمكن 6 شهور، وفي ناس تستنى سنة عشان تأخذ فيزا سياحية، مش فيزا هجرة وفيزا عمل وفيزا. فيا أخواني كونوا دقيقين أكثر، وأنا بطلب من الناس تقرأ كل شيء موجود على الويب سايت يا جماعة، كل شيء موجود. صدقوني هذا الموقع اللي بحط لكم إياه الآن موجود تحت canada.ca، كل شيء فيه موجود، لأنه فيه عدة برامج للهجرة، منها الإكسبرس إنتري هي الهجرة السريعة بسموها هجرة السريعة، اللي هي للناس اللي عندهم نقاط تتعدى. مثلاً إذا عندك لغة إنجليزية إلك نقاط، إذا متجوز عندك أولاد نقاط، عمرك ما بين وما بين عندك نقاط، وكل ما كانت نقاطك أعلى بيعملوا زي سحبة بسموها سحبة، كل فترة بيسحبوا الناس المقدمة والأعلى نقاط بياخدوهم. والآن يعني أنا آخر فترة سمعت إنه 370 نقطة، يعني تقريبا يعني ناس معها بكالوريوس إنجليزي يكفي طبعا من عائلة مثلا وعنده ولد أو ولدين يكفي لأنه يطلع على كندا. الآن طبعا أنا بحكي بالوقت اللي أنا بنشر فيه الفيديو في الوقت الحالي. فهذه الإكسبرس إنتري بسموها والهجرة السريعة موجودة برضو على canada.ca. الآن في عندك عقود عمل زي مواقع مثل indeed.com، برضو هذا indeed.com أنا أنصح فيه إنه تلاقي فيه عمل عشان حتى تطلع على كندا، بس لازم يكون المقدم يعني من خارج كندا، يلاقي إشي اسمه لميا اللي هي هاي بتكون صاحب العمل هو اللي بده يجيبك هون أو بده إياك تكون في كندا. في كثير طرق، أنا بحب أنتوا تقرأوا بنفسكم، تتعلموا، تقفوا نفسكم في الموضوع، لأنه قبل ما تهاجر لازم تفهم هاي الأمور، لازم تعرف كل شيء عم بيصير في كندا، لازم تعرف كيف تقدم، كيف تعمل حتى أنت تنجح هون. معظم الناس اللي مش عم بينجحوا في كندا، وأنا بشوف ناس
ناس كثير بيحكوا لي لا توهموا الناس، لانه إلي قرايب واصحاب في كندا ما معهم ياكلوا وما معهم يعملوا إشي في حياتهم. انا سامحني اجاوبك على هذا الشيء، لا، الناس مبسوطة في كندا مرتاحة، ولكن اللي ما بيشتغل واللي ما بيفكر واللي ما بيشغل مخه بتعب في كندا. كندا بدها شغل وبدها تعمل كمان إشي السايد، يعني تعمل شغل على جنب زي صناعة محتوى، برمجيات، تعلم لك إشي جديد يعني حتى تطلع، ولكن دكتور، مهندس، أشياء يعني المجالات الكبيرة ما بتحتاج هذا الشيء لأنه بيكون راتبك ممتاز. ولكن بالمجمل عشان أنا ما بنصحك تيجي ولا ما تيجي، أنت حر، ولكن إحنا مقارنة في الدول بلاد الشام اللي أنا منها، الوضع في كندا لنا أفضل بكل صراحة من ناحية جواز سفر، معيشة، وأشغال، لأنه هون بيدفعوا بالساعة وقد ما بتشتغل بتاخذ فلوس. فعشان نوضح للناس، الحياة هون بالنسبة لي أنا أفضل من البلاد اللي فيها رواتب قليلة، ولكن كان نحكي ببلاد الخليج للخليجيين أو الناس اللي بس بدهم يفطروا، طبعا الخليج أفضل. ليه؟ من ناحية الضريبة، لأنه بتعرف الخليج ما في ضريبة، أو ممكن يعني 5% فقط من مش على الدخل كمان على مشتريات. على العموم هذا مش موضوعنا، موضوعنا المهم انه انتوا دوروا في الموضوع عن كيف تهاجروا على كندا. واحدة من الاشياء اكسبريس انتري، واحدة من الاشياء الان فيزة سياحة، بتقدر تيجي على كندا تلاقي شغل وتحولها من فيزة سياحة لفيزة عمل. اذا ما عرفت تحولها بدك تشوف محامي، دائما المحامي هو الحل. نعم في محامين، وخصوصا اللي بكندا، بس اعطيكم معلومة صغيرة، اغلب اللي بكندا مستحيل يلعبوا معاكم ويكون عندهم اي تلاعب او نصب، لانه في كندا على غلطة واحدة ممكن تنسحب الرخصة، فمش مضطر هو تنسحب رخصته مشان معاملتك او مشان اشياء صغيرة. محامي كثير مهم يا جماعة، حتى انت تضبط من سياحة العمل، او بدك مثلا انت في بامكانك من كندا تشوف محامي يعمل لك عقد عمل من جوا كندا، بتصير طبعا موجودة. أي إشي المحامي بيقدر يجيبك هون، ولكن كله بكلف فلوس، أنا بعد اللي شفته الموضوع بكلفك فلوس، والمحامي بيعمل لك كل شيء، بيعمل لك عقد عمل وبيجيبك هون بكل سهولة. وفي كمان أكثر في موضوع الزواج كمان، ممكن تيجي على كندا. موضوع الزواج طبعا بيختلف، من أسهل الأشياء اللي ممكن تيجي فيها يعني وأضمنها هو الزواج. وفي ناس كمان تيجي دراسة أنصح فيها بشدة، خصوصا الناس اللي بتدرس أشياء صغيرة، لغة، دبلوم، لو بدك يعني تكمل دراستك أو ماجستير، أو لأنه بعد الدراسة بإمكانك تشتغل في كندا وتحولها لإقامة دائمة عن طريق الإكسبريس إنتري، الهجرة السريعة، أو عن طريق برامج الهجرة موجودة في كندا. فالهجرة إلى كندا متاحة للجميع، ما في حدا يعني مش متاحة له. طبعا أنا أخبركم كمان شغلة، حتى الناس اللي عندهم صنعة، ميكانيكي، دهان، لحام، اي ناس عندهم هاي الصنعه، عاده الشيف الان الشيف رقم واحد، الشيفات مطلوبين حتى بدون لغه، كل المهن كمان هاي مطلوبه حتى لو انت ما معك دراسات او شهادات، ولكن هذه كلها لازم تطلع عن طريق عقود عمل، عن طريق شركات. وطبعا في عندنا كمان الهجرات في اللغات، اذا انت عندك لغات مثلا، هذول اخواننا في تونس، في الجزائر، في المغرب، الناس اللي بيحكوا اللغه الفرنسيه، هو الناس بيحكي اللغه الفرنسيه، في مقاطعه اسمها كيبيك بروجرام، اعملوا سيرش عن الكيبيك بروجرام، في لهم برنامج خاص، للناس اللي بتحدث اللغة الفرنسية، وبيكون طبعا هذا يعني في مكاتب مخصصة في تونس كمان، بيطلعوا الناس على عقود عمل بشكل سريع وبشكل مضمون وبشكل يعني لا يوصف صراحة. أنا تعرفت على شخص هو جاي عن طريق هذا البرنامج، وخلال 4 شهور الآن موجود، هو بلاسنتيا، يمكن شفتوا الفيديو أنا وياه عملناه، الآن مع الإقامة الدائمة. ففي برامج كثير، في أشياء ممكن تبحث عنها. أهم شيء احذر من الناس اللي ممكن تنصب عليك، لا تدفع المال قبل ما تتأكد من الناس اللي أنت رايح أو مقدم عندهم. في كثير نصب طبعا، وفي كثير مش نصب كمان، واحنا ما بنظلم الناس. واهم شيء انك تتابع دائما معاملاتك. واهم شيء بدي احكي لكم اياها، الهجره، قبل ما تفكر في الهجره تعلم اللغه. اللغه يا اخواني والله بتوفر لك نص الطريق، لانه اللغه هي مفتاح كل شيء في البلد هون. فاهم شيء انك تتعلم اللغه، اللغه جدا مهمه. انا بتمنى انك انت قبل ما تسافر او قبل ما تعمل شيء تتعلم اللغه. اعطي من حالك 6 شهور فقط تتعلم فيها فقط اللغه. نصيحه، هذه النصيحه الذهبيه بعطيك اياها، حتى انت تفتح معك جميع طرق، سواء عقد عمل او سواء هجرة عادية او سواء حتى الزواج، حتى زواجك تتزوج من شخص او من فتاة او شاب كندي، بدكم اللغة عشان تعرف تتحدثوا مع هذا الشخص. فكثير في فرص، كندا مفتوحة على طول، ومواعيد، الناس تسألني عن مواعيد الهجرة، ما في مواعيد للهجرة، الهجرة مفتوحة دائما في كندا، الهجرة دائما مفتوحة، ولكن بدك تعرف انت كيف تقدم، بدك تعرف على شو تقدم، وتعرف شو مؤهلاتك، شو الاشياء لها. كله موجود في كندا.ca، وكله موجود على المواقع الرسمية الكندية، هذا موقع رسمي كندي.
بإمكانك تيجي هون كمان فيزة سياحة معاك للشهر فبراير 2026، إنك تيجي هون سياحة وتحولها لفيزة عمل عن طريق إنه عقد عمل صح لك هون في الشغل. وبرامج الهجرة ما في أكثر منها، كل مقاطعة في كل مقاطعة إلها قوانينها وإلها أشياءها. يعني زي ما حكيت لكم أنا وجودي هون في هاي المنطقة بسبب إنه المنطقة باردة، فهنا الناس ما بتيجي كثير، ففي سهولة بتقديم المعاملات، في سرعة في المعاملات. ولكن أنا هاي تجربتي، وما تاخدوا أنتم ما تاخدوا كلامي، خدوا الأساسيات وأنتم ابحثوا في الموضوع. أنا بعطيك الأساسيات أو رأس الخيط وأنت ابحث في الموضوع، أنت شوف شو المناسب لإلك، هل الهجرة منيحة أو لا. أنا كشخص أحكي لكم هاجرت، أنا أنصح في السفر لكل حدا، في الآخر هي تجربة والآخر هي يعني تعلم. يعني في ناس كثير مثلا ما زبطت معها كندا، في ناس ما بتزبط معها الهجرة، برجع يعني بيكون معه خبرة كمان. أنت ما بترجع من الصفر، أنت بترجع في خبرة، دائما بترجع في خبرة. في ناس إجت هون أخذت الأفكار، أخذت أفكار مطاعم ورجعوا فتحوا مطاعم كافيهات بفكرة كندية أو بفكرة مثلا أوروبية أو يعني إلا ما تتعلم إشي، ما مستحيل ما تتعلم إشي. أهم شيء إنك تسافر، أنا أنصح في السفر. الهجرة إشي بيرجع لإلك، تيجي على كندا إشي بيرجع إلك. أنا ما بقدر أتدخل في أمورك، أنا بحكي لك عن تجربة شخصية. لا تسمع للناس اللي بيحكي لك هاجر خلال يوم يومين أو خلال أسبوع أو 90 يوم أو هالأمور، ما في منها. كل شيء بيحتاج وقت، السفر بيحتاج وقت، معاملات بيحتاج وقت. أصلاً موعد تبصيم، بدك قبل ما تيجي كندا لازم كل حدا يبصم، كل حدا يعمل فحص طبي، فهذه الأمور بدك تصحصح منها. لا تصدق كل شيء تسمعه، كثير في ناس بدها يعني أنا عارف بدهم يلموا مشاهدات ويشوفوا من الناس عشان يكبر قنواتهم وكذا، ولكن حتى لو ناس بيشوفوني من الناس اللي بيعملوا هاي الأشياء، يعني اعملوا محتوى جميل، اعملوا محتوى صحيح، في الآخر الناس راح تشوفكم. يعني بالآخر الآن عم بيشوفوني الناس، يعني ممكن انت عندك ناس بتشوفك اكثر لانه العنوان تاعك احسن او العنوان تاعك جاذب الناس لانه الناس بتطلب هذا الشيء، ولكن الموضوع مش موضوع عنوان او موضوع، انا بدك الناس تصدق هذا الشيء. هذه تجربتي الشخصية وانا بحكيكم من كندا، انا موجود الان في كندا، تجربتي الشخصية. كندا في البرد باردة جدا، بدك تتعلم هذا الشيء وتعرف هذا الشيء باردة. وبالصيف يعني جوها جميل جدا مثل ما شايفين، احنا الان في جو الصيف، احنا الان في شهر 8، تخيلوا هذا جو الصيف، فهذا الصيف في كندا وفي شمس طبعا، ولكن بالبرد كثير بارد، بدك تتعود على هالاشياء. ولكن انت بدك تبني مستقبلك، مستقبل اولادك اهم من كل هاي الامور، واهم من انه برد او صيف او شوب. فكر كيف تبني مستقبلك، فكر كيف تعمل اشي لمستقبلك، مستقبل اولادك ولحياتك. يعني انا ان شاء الله اكون غطيت لكم كل اشي بدكم اياه. انا بعرف انها رؤوس اقلام، ولكن انا هاي تجربتي الشخصية في كندا، تجربتي وبحكي لكم كل شيء. اذا عجبكم الفيديو حابين تعرفوا اكثر عن مواضيع الهجرة، عن مواضيع كندا، عن المقاطعات، عن الأسعار، عن الأمور هاي، تابعوني دائما، انقروا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشتركوا بالقناة طبعا عشان دائما يكون عنا على تواصل مع بعض في المواضيع هاي. أهم إشي قبل ما أروح لازم أوصيكم على شغلة، أنت اللي بدك إياه تعمله في مستقبلك أنت اختاره، ليس سند ولا أي شخص. أنا فقط مكلف أعمل لك هذا الفيديو وأحكي لك لأنه أنا موجود في كندا وفي أخبار كتير مغلوطة، وفي أخبار يعني جدا في ناس بكتبوها وبيحكوا عنها وهم أصلا مش في كندا. فأنا من كندا أحكي لكم الأمور جدا كويسة، الأمور جدا منيحة، بدها شوية صبر. أول سنة سنتين راح تكون صعبة عليك، اللغة مهمة كثير، لازم تفكر في إشي خارج الصندوق، لازم تفكر في إشي تعمل بزنس لإلك خلال ثلاث، لازم تكون حاط خطة من سنتين لثلاث تكون عامل شغل لإلك، سواء مطعم سواء كوفي شوب سواء أي إشي بدك إياه أو بدك ترجع بلدك، إشي بيرجع لك. أهم شيء إنك تعرف وصلكم الفكرة إنه البلد منيحة، البلد فيها فرص، البلد حلوة وفي أشياء كثير. طبعا في مقاطعات لسه أحلى من هاي المقاطعة اللي أنا فيها، ابحث في الموضوع وشوف براحتك. أهم شيء تكون واثق بنفسك وعامل، طور بنفسك أهم شيء. وأنا نصيحتي لك لليوم، أنت اشتغل على نفسك، طور نفسك، لأنه كل ما استثمرت في نفسك كل ما كان عندك صار تطور في شخصيتك، تطور في شغلك، وحياتك كلها بتتطور مع الأمور هاي، فشوي شوي بتصير تكبر وين ما كنت، مش فقط في كندا، في أي مكان في العالم. فتحياتنا لكم، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، إن شاء الله يكون هذا الفيديو كمان انتشر والناس شافوه كتير. إذا عجبكم الفيديو والسلسلة هاي عجبتكم راح أعملكم فيديوهات أكثر عنها. أتمنى تشاركوا هذا الفيديو مع أصحابكم وأصدقائكم حتى الناس تستفيد اللي هم يجوا على كندا. كان معكم سند من كندا، تحياتنا لكم، ونشوفكم قريب بفيديو جديد من كندا. السلام عليكم.